اولا كنشكر المبادره اللي قامت بها الجامعيه الاساتذه ديال التربيه الوزنيه بطاطا في هذه الدوره التكوينيه ديال الحكام، سواء في شقها النظري اللي بارح اللي داز مزيان، واليوم كتشوفوا بانه النظري او التطبيقي، عفوا التطبيقي، وبالتالي كنتمنوا هذه المبادرات ونتمنوا في المستقبل انه تكون بحال هذه المبادرات في طاطا، خصوصا بانه الشباب راه محتاجين هذه المبادرات، وحنا داك الشيء اللي شدينا في هذه الدوره التكوينيه نحاولوا نوصلوه للشباب ديال المنطقه، وهذا الشباب اللي كتشوفوا جايين للدوره التكوينيه راه غيورين على الاقليم، خصوصا في الرياضه ديال تنميه الرياضه بالاقليم، والتوفيق للجميع.